الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضل ولا تضطرب موازين عدل له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كل وما الله بغافل عما تعملون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس أمام الحجة البينة ودين الله القويم فصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى آله ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات حديثنا اليوم عن تجديد الإيمان خاصة مع بداية العام الهجري وتجديد الإيمان أحد المهمات وذلك لأن إيماني وإيمانك يحتاج دائما إلى التجديد وذلك لما يعرض للقلوب من دنس وظلمة بتراكم الغفلات وتزاحم الشهوات الأمر الذي يصير به القلب ويصير الإيمان عليه ما هو كالصدأ بالنسبة للحديد فتحجب القلوب عن معارفها ويبلى فيها الإيمان ويخلق كما يخلق الثوب كما يبلى الثوب ويصير قديماً بالياً لا يصلح لأن يكون لباساً ظاهرياً كذلك يعتري الإيمان من البلا ما يعتري الثوب وقد يزيل الصدأ ويتراكم حتى يتمزق القلب ويحجب عن عقله وعن معرفته وفهمه وعلمه فيتبدل المرء بالذكر نسيانا وبالنسيان ذكرا ينسى ما يجب عليه ذكره من معرفة الله تعالى ويذكر ما يجب أن ينساه من الشهوات وطاعة الشيطان هذا يحدث في تقلب قد يشعر به المرء منا وقد لا يشعر لكن الغالب أن هذا الذكر وذاك النسيان وتلك القوة في العبادة والمحبة لها وذلك الضعف في العبادة والتلهي عنها يعلمه كل إنسان منا لما يراه في نفسه من إقبال على الله ومن شرود وضعف وهوان
من قوة في العبادة والطاعة وضعف فيها، حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم تصديقاً ويقيناً وإخلاصاً وتوكلاً وعملاً، وفي بعض الأحيان لا يجد من ذلك شيء. وهكذا إخواني وأخواتي، إيماني وإيمانك، وهكذا القلب يتقلب بين الذكر والنسيان، وبين الإيمان الخالص الصادق والإيمان المنقوص، يستوي في ذلك كل الناس. وهذا مجرب من لدن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم القمة في العبادة. وفي ذلك أخرج الحكيم الترمذي والفريابي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يوضح لنا تلك الصورة، فيقول: ليأتين على الرجل إنه ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من نفاق. وذلك لعظمة ما يرى من الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لما يجري في قلبه من نبض الإيمان والتصديق والقوة في العمل، فيرى أنه بفضل الله تعالى لا يوجد في قلبه من الريب والشك شيء. قال: ولأتين عليه أحايين وما في جلده موضع إبرة من إيمان. ينتقص كل ذلك، فتصير الإبرة التي هي قدر النفاق هي بعينها قدر الإيمان. يعني أن المرأة لما يجد من نفسه من قوة الحب ونشاط الطاعة يشعر ساعتها بخالص إيمانه وصدق حبه لله عز وجل، وحين الخمول والكسل والضعف والوهن يشعر أن قلبه قد زاغ منه وامتلأ نفاقاً. هذا الشعور شعور إيماني، هذا شعور إيماني، لكن من طالت غفلته عن هذه المشاعر، من طالت غفلته عن مراقبة نفسه وقلبه، عن مراقبة إيمانه، ولم يستشعر ذلك من نفسه، هذا إنسان يخشى عليه النفاق، يخشى عليه أن يتحول إلى منافق حقيقي، يعبد بالغش، ليس في قلبه إبرة من إيمان. ولقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم كما قلنا أعظم الناس، كانوا يراقبون قلوبهم جيداً، يراقبونها في تقلبها، بينما نحن اليوم لا نعرف الفرق. في التعريف بالفرق بيننا وبين هؤلاء الأكابر، الإمام الفريابي أخرج في كتاب صفة النفاق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه بن عمرو بن العاص قال: كان النفاق غريبا في الإيمان، عشنا أياما يعني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع الأسوة والقدوة، كان النفاق غريبا في الإيمان. قال: ويوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق.
ومن يعرف الواقع يدرك قيمة هذه الكلمة التي تكلم بها ذلك الصحابي الجليل. من يدرك الواقع الذي نعيشه وصور النفاق التي أصبح لها لسان طويل يتحدث بتبجح ليل نهار وأصبحوا هم الأسوة وهم القدوة، يدرك صدق هذه الكلمة العمرية. لكل هذه العوامل إخواني وأخواتي كان لابد للمسلم أن يعمل دائماً على تجديد إيمانه ليدوم له الإيمان ويدوم له التصديق. وربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخر الآية. في أحد تأويلات هذه الآية قال العلماء: معنى أن يقال للذين آمنوا آمنوا وقد آمنوا يعني دوموا على إيمانكم، اثبتوا عليه لا تزولوا عنه، كما قال لنبيه المصطفى: يا أيها النبي اتق الله وهو سيد المتقين، يعني كن كما أنت، دم على ما أنت عليه من تقوى ربك تبارك وتعالى. فحين يقال للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يعني دوموا، اثبتوا، راقبوا إيمانكم، تحسسوه بين الحين والآخر. والدليل على كل خير صلى الله عليه وسلم قد وصف لنا السبيل إلى تجديد الإيمان، فوجهنا إلى الاستعانة بالمعبود تبارك وتعالى، الاستعانة بربنا والتوجه الدائم إليه في ضراعة صادقة. نسأله أن يجدد إيماننا، أن يجعل الإيمان دائماً جديداً في قلوبنا، وأن نثبت على ذلك. وفي هذا أخرج الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق لا يبلى، إن الإيمان لا يخلق